مع بعض استاذ طارق تفاصيل القانون الخاص بالمحاجر الجديد، لكن سؤال حضرتك، وجهه نظر الدوله انه في القانون المطبق على المحاجر انه لازم هيبه الدوله تطبق وتبان على المحاجر ومن يستفيدون من هذه المحاجر، وانه دي وجهه نظرهم، حضرتك تتفق مع هذه وجهه النظر ام لك راي اخر مختلف؟ والله سام، يمكن اللي مضيع الدنيا كلها هي قصة الفساد اللي موجود في أركان الدولة كلها، منها طبعا موضوع المحاجر. نعم. والكلام ده مش جديد، الكلام ده كلام قديم، والفساد ده شغال من فترة طويلة. يمكن أنا جبت حاجة بسيطة جدا في موضوع الإنتاج المحاجر والمناجب والملاحات من 2003 ل 2008. نعم. عايز اعرف حضرتك الفساد وصل لحد فين. يعني لو بصينا موضوع الانتاج من 2003 و 2004 كانت المناجم بتطلع انتاج ب 503 مليون، المحاجر كانت بتطلع 418 مليون جنيه، الملاحات 225 مليون جنيه، الإجمالي مليار و146 مليون. يعني تخيل بقى معايا أما يكون الإجمالي مليار و146 مليون يدخل ميزانية الدولة كام؟ يدخل في الآخر 3 مليون جنيه. تتخيل معايا؟ نعم. أما يكون الإنتاج ده كله ويكون يعني المنتج يتباع بالمبالغ دي وفي الآخر ما يدخلش ميزانية الدولة غير 3 مليون، ده مصيبة كبيرة. صحيح. تعالى في السنة اللي بعدها 2004-2005 المناجم 600 مليون، المحاجر مليار و362 مليون، الملاحات 232 مليون، الإجمالي 2 مليار و194 مليون جنيه. يدخل ميزانية الدولة كام؟ نعم. 5 مليون جنيه. فالموضوع يعني قصة الفساد اللي موجودة في أركان الدولة هي اللي مدمرة الدنيا. صحيح. حقوق العمال دي ضايعة بسبب هذا الفساد. طيب. يعني لما دلوقتي المحافظة بتاخد، اتفضل. أنا عاوز أقول إنه كلام حضرتك دقيق جدا، لكن بالإضافة لكده أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال. حضرتك لما عدت مرة أخرى للحديث عن العمال، ليه ما فيش إشراف من الدولة؟ عارفين إن في فساد وعندي معلومات هنعرضها بعد قليل مع حضراتكم، لكن الدولة ليه ما بتشرفش على رعاية عمال المحاجر وأمن وسلامتهم؟ ليه؟ المشكلة فين؟ عارفين إن في فساد في الدولة، لكن أين دور المؤسسات النقابية الحقوقية؟ فين دورها؟ المشكلة سام ان زي ما بيقولوا حميها حراميها. نعم. انت هتجيب عصابة شوية حرامية هم اللي هيتابعوا مسألة الانتاج، وهم اللي هيتابعوا يعني المنتج اللي هيطلع من المحاجر وبيعه وبيدخل الدولة كام. لا، ده انت جايب عصابة هي اللي بتشرف. لما يكون مجلس الوزراء دلوقتي يعتبر يخلي الجيش هو اللي يشرف على مسألة المحاجر، أنا خايف بعد فترة بسيطة ألاقي بعد كده عسكري بيخبط على كل شقة، هو اللي بيطالب بفاتورة المية، وهو اللي بيطالب بفاتورة الكهرباء. الجيش دلوقتي مسيطر على كل حتة في مصر. نعم. تمشي في يعني كل حتة في مصر، في الجبال والصحراء كلها اللي موجودة في مصر. نعم. يعني عاوز تقول لنا أنه معنى كلامك أن الجيش عاوز يسيطر على المحاجر في مصر بالكامل خلال الفترة اللي جاية، يعني كثروة قومية هو أو سيطر عليها ويمتلك مقاليد. نعم. كل شيء في مصر. تمام. يعني ده معنى كلام حضرتك واضح. هو طبعا الجيش يمكن الفترة اللي فاتت دي. فضل. نعم. فضل. فضل كمل. الجيش يمكن حضرتك تابعت الفترة اللي فاتت، يعني السيسي نفسه اتكلم على مسألة تصفية بعض الشركات، وفي الآخر مين اللي شغال في الشركات؟ ما هم عمال. نعم. الجيش بحيث ان هو يسيطر على الاراضي الموجوده الخاصه بالعمال، فهو الجيش شغال يعتبر ماسكها يعني تجزئه، يطلع من يخلص بعض الشركات يخش على المحاجر، يخلص المحاجر يخش على حاجه ثالثه. والمصيبه الكبيره
نلاقي حاليا دلوقتي مجلس العار، مجلس النواب اللي موجود دلوقتي، بدل ما يكون في بعض النواب اللي هم اللي جايين يعني كلهم بالتزوير بعد هذا الانقلاب، تلقى كل نائب قال بدل ما يكون عنده يعني نوع من النخوة ويدافع عن العمال وحقوق العمال، تلاقي دلوقتي مشغولين بخلع النقاب بالنسبة للسيدات داخل مصر. تلقى نائب اسماعيل نصر الدين بتاع حلوان دون، تلاقيه دلوقتي بيفكر في قانون هو يمد فترة الرئاسة لهذا المجرم السياسي بدل 4 سنين يبقى 6 سنين. فتلقى في نواب موجودين لتدمير البلد وليس لنوع من ان هم يقروا بعض القوانين اللي هي تكون في صالح المواطن المصري.